متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى بالانطلاقات. ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته تاسع أشواط صباح هذا اليوم، ليحمل في طياته كذلك الثنايا الأبكار الأصايل المحليات التي تحمل هذه الشعارات، حاملة آمال مع المشاركين في تحقيق الناموس والأثارة عبر شاشة دبي ريسنج. وهذه الانطلاقات نسير مباشرة، ننطلق مع المراكز الأولى، نتعرف على المقدمة، وهذه غزلان لعلي بن حليس بن سعيد العفاري تتصدر القائمة بعد الانطلاقة مباشرة، بينما تليها في المركز الثاني تتواجد فيه النعامة، تأتي في المركز الثاني تندفع بهذه اللحظات، ومالكها محمد بن صالح بن مجرن العامري يأتي على المركز الثاني يندفع بهذه الانطلاقة، بينما تأتي بطره على المركز الثالث، يقدم السيل بن محمد بن سيل بن راشد الحميري في المركز الثالث. أما المركز الرابع فبنلقى في المركز الرابع لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري في هذا الاندفاع والانطلاق، بينما المركز الخامس تدخلت رقم 9 من الجانب الآخر، هملولة، هذه هملولة سعيد بن عتيج بالقوم الاكتبي يأتي بهذا الاندفاع، بينما المركز السادس في هذه اللحظة الشاهينية منصور بن خميس بن فايل الكاسبي يأتي بهذا الاندفاع على المركز السادس. أما المركز السابع بعد الكاسبي، هذه صدفة، راشد بن مبارك بن حميد بن مبارك الغفلي يقدمها، والمركز الثامن هذه تدخلت فيه الشاهينية لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري تتدخل في هذه، أو سعود، هذه سعود بن علي بن عبد الله الحبسي اللي أتت رقم 17 في المركز الثامن. المركز التاسع المسك لحمد بن عامر بن عفصان المنصوري، والمركز العاشر تأتينا الحذرة لمحمد بن راشد بن حارب بن سالم الدرعي. هذه النتيجة، مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، من ثم العودة إلى المقدمة، ونسير لنتابع هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته الجميلة. عودتنا إلى العفاري اللي يقود الشوط واللي يقدم هذه النوعية ما شاء الله، هذه الانطلاقة من غزلان، الميدان تسيطر على مقدمة الشوط، يقدمها علي بن حليس العفاري على المركز الأول وهي تسيطر، بينما بطرة تأتي في المركز الثاني ومالكها سهيل بن محمد بن سهيل بن راشد الحميري على ثاني المراكز. المركز الثالث نندفع وننطلق مع المركز الثالث اللي هي النعامة، تأتي في المركز الثالث يقدمها محمد بن صالح بن مجرن العامري، يتقدم بهذا الشعار الجميل وهذا الاندفاع الرائع والجميل مع الأصايل والأصالة. المركز الرابع تدخلت فيها ملولة سعيد بن عتيج بن علي بالقوم الكتبي، يتقدم مشاهدي العزاء
المنصوري هناك بن دري المنصوري يقدم مساير في هذا الانطلاق. منصور بن سيف بن دري المنصوري ياتي على المركز الخامس، اما المركز السادس عليه ايضا مناوشات وتنافسات من الجانب الاخر. التدخل مع الحميري، مع الحميري فوضه 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 سعيد بن عبيد الحميري يقدمها على المركز السادس والمركز السابع. هذه من وصلت مشاهدي العزاء تقى، تعود ملكيتها ليمع بن راشد بالغافريه ياتي بهذا الاندفاع ويقدم تقى مع هذه الانطلاقه وهذا الاندفاع. الشاهينيه كذلك منصور بن خميس بن فايل الكاسبي ياتي مع الشاهينيه في هذا الانطلاق. الشاهينيه ايضا تتواجد وسعود بن علي بن عبد الله الحبسي يتقدم في هذا الاندفاع. هذه المراكز الثمانة والتسع، ناخذ المركز العاشر وبنلقى في عاشر المراكز صدفة لراشد بن مبارك بن حميد بن مبارك. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى المتقدمة التي تندفع حاملة كذلك طموحات وتحديات في هذا المسار وفي هذا الانطلاق في شوط بالشوط التاسع لأشواطي صباحي هذا اليوم الذي يحمل الثنايا في أرضية ميدان المرموم وانطلاقاته وتحدياته في هذا المسار. نعود إلى المراكز الأولى، نتقدم مرة ثانية بعد أن ذعنا العشر المراكز للمرة الثانية وقربنا من حزام القابات. وعودتنا إلى المركز الأول بن حليس العفاري يسيطر على مقدمة، يقود مسار الشوط وانطلاقاته وتحدياته في هذا الانطلاق من البداية. غزلان 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 على المركز الأول، تسيطر على المقدمة ويقودها إلى هذا الموقع. علي بن حليس بن سعيد العفاري يقدمها على المركز الأول على الانطلاق الأول. بينما ناتي بالمركز الثاني، النعامة تأتي على المركز الثاني وتندفع كذلك بهذا الانطلاق، ومحمد بن صالح بن مجرن العامري ياتي على ثاني المراكز يتقدم وأداها جميل وموقعها رائع للقاية. المركز الثالث ثالث المراكز، شوف التدخل في هذه اللحظات، هاملول سعيد بن عتيج بالقوم وسعيد بن عبيد الحميري واهل الخوانيج على المركز الثالث. اما المركز الرابع سهيل بن محمد بن سهيل الحميري يقدم هذه الانطلاقة ويقدم لنا بطرة في هذا الاندفاع. مساير ولكن هناك تدخل ايضا من شواهين، سعيد بن عبد الله بن سعيد العامري يتدخل مع شواهين ومساير بن دري المنصوري تاتي بهذا الاندفاع. الظبي وصلت راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين تاتي في هذه الاندفاع وتتدخل في التنافس. اضواء وحرام بن راشد بن سيف الاغفلي يقدم اضواء، هناك قدوم ايضا، هناك قدوم من الحرشة وصلت. أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، خلاص أكتفي بهذه الأسماء، أعود مع المراكز الأولى، أعود مع المقدمة. الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج يحتضن الثنتين من البداية، يحتضن بن حليس وبن مجرن، بن مجرن وبن حليس اللي قادوا الشوط من البداية، وبن حليس مسيطر على المقدمة مع غزلان الذي تأتي بالمقدمة من الستارت وهي في هذه القيادة، قيادة الأصايل المحليات في الشوط التاسع يتقدمهن. علي بن حليس العفاري يقدم غزلان على المركز الأول والمركز الثاني مشاهدين العزاء في هذا الانطلاق. بن مجرن العامري يقدم
في هذه اللحظات النعامة، النعامة في هذا الاندفاع. محمد بن صالح بن مجرن العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من قبل مشاهدي العزاء الحرشة، الحرشة الحرشة، وأحمد بن عبيد بن مبارك، أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، ووصول من الظبي الظبي، تقدمت الظبي راشد بن مبارك المطوع الخيارين، يتقدم في هذه اللحظات بن عفصان وشعاره، وقدوم من المسك حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، لوحات الإعلان قربت، لوحة الإعلان قربت، وألف ومئتين أروح مع المركز الأول، وبن حليس بن حليس العفاري مقدم غزلان من البداية، مركز مع أداها شكلها الجميل وأداها من البداية مع هذه الانطلاقة مع هذا الاندفاع، ولكن نعامة في هذا الانطلاق وهذا المسار تسير بركب المركز الثاني وعينها على المقدمة بن مجرن العامري، بن مجرن العامري، والمركز الثالث واصلكم راشد بن مبارك الخيارين المطوع الخيارين وأحمد عبيد بن مبارك الكتبي أيضا يقدم الحرشة. صاحت العصا، بدأت الأمور، انطلقت الأوامر. بن مجرن يقدم النعامة على المركز الأول، قلت لكم هناك أن عندها ذخيرة، والخيارين مع المركز الثاني، الظبي، الخيارين، يلا حرك يا محرك، صدرت الأوامر، ومن الجانب الآخر الحرشة، ولكن بن مجرن على المقدمة على المركز الأول. خلاص النعامة على المركز الأول، محمد بن صالح بن مجرن العامري أهل العين مع أهل زاخر والخيارين، أهل الدوحة الخيارين ولا أهل زاخر، الخيارين ينتزعون ناموس هذا الشوط الظبي راشد بن مبارك الخيارين، بينما المركز الثاني الحرشة في المركز الثاني لأحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، والنعامة اللي وصلت في المركز الثالث محمد بن صالح بن مجرن العامري، والمركز الرابع كم رقمها الرابع شفته رقم اثنين اللي هي غزلان لعلي بن حليس العفاري، والخامسة حران بالشاوي الغفلي على ما اعتقد الخامسة. هكذا كان مسار الشوط، هكذا كانت الأثارة حاضرة والتنافس حتى الرمق الأخير، الظبي حققت النصر وسلمت على أهل الشحانية من المرموم في هذا الانطلاق. 12 دقيقة و59 ثانية وجزء واحد من الثاني، شكرا على هذا الأداء وعلى المتابعة والانطلاق الجميل من الظبي وراشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين، انتزع ناموس هذا الشوط. 12 دقيقة 59 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، المركز الثاني أحمد بن عبيد بن مبارك قدم الحرشة على المركز الثاني. المركز الثالث 12 دقيقة و59 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، هذه النعامة اللي قدمت كذلك أداء جميل مع بن مقرن العامري. هكذا تهانينا للجميع.